LMIS, l'école française. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القواعد النحوية، وهو علامات إعراب المفعول به. طيب، أولا إيه هو تعريف المفعول به؟ المفعول به هو الشيء الذي وقع عليه فعل الفاعل، يعني إذا قلنا ذاكر التلميذ الدرس. طيب، العمل الذي قام به الفاعل اللي هو التلميذ هو ذاكر، اللي هو المذاكرة. فالمذاكرة حصلت في الدرس، إذن الدرس مفعول به منصوب. دائما يا أولاد المفعول به بيكون منصوب. طيب، ممكن أسأل عن المفعول به بكلمة ماذا؟ لو حطيتها قدام الجملة أو قبل الجملة، فهقول مثلا في المثال بتاع ذاكر التلميذ الدرس، لو حطيت كلمة ماذا قبل الجملة وقفت بعد الفاعل، هلاقي إن المفعول به هو اللي بيجاوب. يعني لو قلت ماذا ذاكر التلميذ وعملت علامة استفهام، هلاقي إن المفعول به هو الدرس. طيب، يا ترى المفعول به بيكون علامة نصبه ايه؟ احنا ممكن نقول المفعول به منصوب بالفتحة، ده اللي احنا اتعلمناه، انما هل في علامات نصب جديدة هنتعرف عليها السنة دي؟ طب نشوف مع بعض الامثلة اللي قدامنا. المثال في المجموعة الف، رقم واحد، نظمت المدرسة ندوة ثقافية. نظمت المدرسة ندوة ثقافية. لو بصيت في المثال اللي قدامي هلاقي ان نظمت ده فعل. طب الفعل هو المدرسة، هي التي نظمت. طب ماذا نظمت المدرسة؟ زي ما احنا اتعلمنا نظمت ندوة، يبقى كلمة ندوة تعرب مفعول به. طب لو بصينا على كلمة ندوة ديت، مفرد ولا مسمى ولا جمع؟ هنلاقيها ان هي مفرد. طيب لو بصينا فوقيها كده هنلاقي الفتحة، يبقى ممكن نقول ان المفعول به اذا جاء مفردا يبقى علامة نصبه الايه؟ الفتحة. طب نبص في المثال التاني، قدم الأديب نصائح مفيدة. قدم الأديب نصائح مفيدة. طيب، قدم الفعل، من الذي قدم؟ الأديب. ماذا قدم؟ نصائح. إذا نظرنا إلى كلمة نصائح سنجدها جمع تكسير، جمع تكسير. وإذا نظرنا إلى علامة الإعراب هنلاقيها برضو الفتحة. يبقى احنا برضو ممكن نقول إن في المثال أو في المجموعة ألف، إن المفعول به إذا جاء مفردا أو إذا جاء جمع تكسير يبقى علامة نصبه الفتحة. طب في المجموعة باء، كافأت المدرسة تلميذين متفوقين. كافأت المدرسة تلميذين متفوقين. طب كافأت ده الفعل، المدرسة الفعل، ماذا كافأت المدرسة؟ طبعا كافأت تلميذين، يبقى كلمة تلميذين هنا وقعت مفعول به. طب هل هنا بقى هيبقى المفعول به منصوب برضو بالفتحة ولا بشيء آخر؟ طبعا لو نظرنا إلى تلميذين هنلاقيها وقعت مثنى، يعني هي كلمة مثنى اتنين، وهنلاحظ ان في آخرها كده ياء ونون. واحنا عرفنا سابقا ان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، والمفعول به طبعا على طول بيكون دايما منصوب، فهنا الياء ديت علامة نصب، يبقى ينصب المفعول به بالياء اذا وقع ايه؟ مثنى. دي اول حاجة. طب ممكن ينصب بالياء في موقع اخر؟ نبص على المثال اللي بعده، نقدر مصر المخلصين من أبنائها. تقدر
مصر المخلصين من أبنائها. تقدر ده الفعل، مصر الفاعل، المخلصين طبعا هي المفعول به. كلمة المخلصين جمع مذكر سالم، واحنا درسنا قبل كده ان جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والمفعول به منصوب يبقى الياء هي علامة النصب. يبقى في المجموعة باء لو قدرت استنتج ايه اللي حصل هعرف ان المفعول به اذا جاء مسمى او جمع مذكر سالم يكون علامة نصبه الياء. يبقى احنا كده خدنا علامتين للإعراب، الفتحة في المجموعة الأولى والياء في المجموعة باء. طب نيجي لآخر مجموعة معانا اللي هي المجموعة جيم، يمارس التلميذ الرياضات المفيدة. يمارس التلاميذ الرياضات المفيدة. إذا نظرنا أعزائي الطلاب إلى كلمة الرياضات هنلاقيها طبعا هي المفعول به، ولكن إذا لاحظنا سنجد أنها في آخرها علامة الكسرة. طيب هي مفعول به والمفعول به دائما منصوب، لماذا أتت العلامة للإعراب هنا الكسرة؟ لأن احنا برضو عارفين قبل كده إن الرياضات هي جمع مؤنث سالم، وطبعا جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يبقى هنا الكسرة علامة نصب. طيب نستنتج من هنا ايه؟ نستنتج ان المفعول به يكون منصوبا دائما وعلامة نصبه ثلاث اشياء، حاجة من ثلاث اشياء، الفتحة إذا كان مفردا أو جمع تكسير، الياء إذا كان مسمى أو جمع مذكر سالم. فمتى تكون الكسرة؟ طبعا الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالما. طيب علامات إعراب المفعول به تاني هي الفتحة والياء و الكسرة. طب مع بعض كده يا اولاد ها نتذكر معا، الفتحة امتى؟ ها جميل، لما يكون مفرد او جمع تكسير. طب الياء اذا كان مسمى او جمع مذكر سالم. الكسرة عندما يكون جمع مؤنث سالم. أرجو أن نكون قد أفدناكم، وإلى لقاء قريب في درس آخر إن شاء الله.